بتعملي ايه؟ معاد احترام بيتي. قالت نفس. قالت نفس. متعلمة قالت نفس من قد ايه؟ من صغري يعني. من صغري. مبسوطة ان انت شاركت في المنطقة؟ طبعا طبعا. مبسوطة جدا. تقولي ايه من السيسي؟ انا اقول لرئيس السيسي بيحتي ان هو احنا بنطلب منه ان هو يعني يشغل الناس اللي هي ما بتشتغلش. في بطاله جامده قوي بالنسبه للمكفوفين. مش عارفين يشتغلوا نظام 5%. يا ريت يشغلوا نظام 5% بالنسبه للحكومه، مجال الحكومه. طب متفائل الفتره الجايه ان شاء الله ولا لا؟ والله الامل في ربنا كبير. في مطالب ليكي تطلبيها؟ التعيينات بس. التعيينات. انت عايز تعيني فين؟ عايز اتعين وظيفه، انا وظيفه حكوميه يعني. انا معايا ليسانس تاريخ اداب تاريخ، ومعايا دراسه اكاديميه موسيقيه، فنفسي اتعين. وكل ما اروح اروح التعيينات واحده. تروحي فين؟ انت كنت بتروحي فين؟ مدرسة النور. لا كنت بروح وزاره التعليم بتاعت النزهه، وقدمت مواجهه التربيه الموسيقيه اللي هي مواجهه الماده عندنا، لان انا يعني انا بشتغل مدرسه مساعده متطوعه مدير اجر في مدرسه النور والامل. انت بتروحي لازم ما بتجيش مش خالص. لا انا مش اشتغلتش، ما تعينت واقفه. هو دي متطوع. انا حابه كده بس انا عايزه تعين. نفسي اتعين. وفلوسك بتجيبيها منين؟ من الشغل المعهد نفسه بقى. المعهد نور الامل. انما